الطواف ننقل ترتيبه. الأصل أنه عندما يأتي يطوف يضع طرف الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء فوق كتفه الأيسر، يعني يكشف الكتف الأيمن ويغطي الكتف الأيسر، هذا السنة فقط في الطواف. Ең бірінші сүннәт болып тұр айны, ирақларға қағыла, біз ихрамның ридасын үскі үлішінінде оң яқ желкебізіні ашырға тиеш біз, хан шының риданың қырыынынды сол яқ желкені қапларға тиеш біз. Бұл сүннәт болып тұр айны. Юсриғ фил ашуат ас-саласал оула. Ең бірінші үш әйләнуді біз адымларымызны тездетірге тиеш біз. يستقبل الحجر يبدأ من عند الحجر الأسود. قرطشتن بشلي بستاف قلنا. نعم يكبر يده اليمنى يقول بسم الله الله أكبر ويشير إليه. إن برنشة أم كل بلاندة قرطشها كرسات بسم الله الله أكبر. يجعل البيت دائما عن يساره عن شماله. هر وقت تدا بزن كعبة الله سول يقتن بلراتيش. من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود هذا شوط واحد. قرطشتن علب قرطشها كليب جد كان شيندي بو بر أيلانو الله. في الطواف ماذا يقول؟ طواف تنر سيتابس. يذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر يتابس. يستغفر. يقرأ قرآن. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى غفور سريبس. استغفار قلابس. قرآن قيبس. پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلوات يتابس. بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول. هم يمن düşmağından alıp qara taşqa haqlıq aytabız. Yustahab an yaqul hadhihi al-aya. Mustahab bulub turash usha ayatni aytun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Bu ayatın mənasını ey Rabbim bura Allah bu dünyada da ham axirətdə də bizgə yaxşı izgi amellər birsən idi dedi. Naam, wasal lil hajar yukabbir bismillah Allahu akbar. وصل إلى الحجر الأسود يكبر بسم الله الله أكبر. قرطاش قبر بجد كاشين دي تغن بسم الله الله أكبر. نعم وهذا شوط الثاني الآن بدأ فيه. بو يكنشين دي أيلان وبلاش. حتى ينتهي إلى الشوط السابع. حتى جد تبقر أيلان نشاخ. يكبر عند بداية الشوط. هر وقت دا قرطاشنا وزب باشلاغان دا شوشي سوزلار دي تابس. إذا انتهى من الشوط السابع لا تكبير عند حجر أسود. اگر ده جدي تقر ايلانو ده بتسك تقتصاغين ده تكبير ايتمي بس قلارنا كتالي بشارات قلمي. بهذا انتهى الطواف. شنون بلان طواف غز بتاه. يصلي الآن ركعتين. شنون صنين اكرا خاد نماز وقيمة. سنة الطواف. طوافنا سنة لارة. لكن يبتعد عن الأماكن التي فيها الناس. كشلر كوب بلغان جردان يراق بلغان كيرك. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. إن برنشة ركعتة فاتحة دانسا كافرون سورة سنوكسنة. ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. فاتحة دانسا عند إكنشة سورة قل هو الله أحد يعني إخلاص سورة سوق الراتير.